بسم الله الرحمن الرحيم. سنتعرف في هذا الفيديو على تدوين الملاحظات كأداة للتعلم في دورة تعلم كيف تتعلم مع نفهم نتعلم ببساطة. أداة الملاحظة هي إحدى أدوات البحث التي تعمل على المشاهدة المباشرة المقصودة والموجهة نحو سلوك فردي أو جماعي معين، وذلك بقصد جمع المعلومات، متابعة ورصد تغيرات السلوك، تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا السلوك، وذلك بهدف وصف السلوك أو وصف وتحليل السلوك أو وصف وتقويم السلوك، وهذا يعمل على الرقي بالعملية التعليمية. بعد ذلك نتعرف على استراتيجية تدوين الملاحظة، وهذا يتمثل في أنها أداة متعددة الاستخدام تعمل على تنظيم وترتيب ودمج المعلومات والأفكار باختصار شديد، وتعمل أيضا على تعديل سلوك الفرد أو تعدل العملية التعليمية وفق الاحتياجات المطلوبة للفرد أو للمجتمع، كما أنها وسيلة للحصول على المعرفة بطريقة رائعة وبسيطة تساعد الأفراد على تجنب الأخطاء والتقدم والرقي. كذلك لدينا أنواع من الملاحظة، فهناك الملاحظة البسيطة وهي تستخدم في البحوث والدراسات الاستكشافية ولا يكون لها محدد وقت أو زمان، حيث يكون هناك أفراد يزورون بلاد أخرى فيقومون بالتصوير والبحث في عادات وتقاليد هذا البلد وغيرها. وهناك الملاحظة المنظمة، وهذا النوع من الملاحظة يكون محدد له موضوع معين ويسمى موضوع الدراسة، وكذلك له شروط وضوابط تحكمه وله وقت ومكان أيضا محدد من قبل. وللملاحظة أهمية كبيرة، حيث أنها تعمل على تحفيز التفكير النقدي للأفراد، فتساعد الفرد على تحليل ووصف ما يمر به من أحداث، كما أنها تربط أكبر كم من المعلومات ببعضها البعض من خلال الرموز، وتجعل المتعلم جزء متفاعل في عملية التعلم وليس متعلما متلقيا، لأنه يستطيع ترتيب الملاحظات والأفكار وتدوينها بنفسه، كما أنها توفر الوقت وتنظم المعلومات وتعمل على سهولة تذكرها وتكون مريحة للعين والعقل، وتعمل على تنمية التعلم والارتقاء به من خلال تجنب الأخطاء في المرات القادمة، كما أنها تكون مناسبة لجميع الأعمار وجميع الأشخاص، وذلك بما يناسب احتياجاتهم للتكيف مع البيئة والوضع الذي يمرون به. مع نفهم نتعلم ببساطة نكون قد عرضنا تدوين الملاحظات وأهميتها.